تمام، ألم يوضح السفير الصفة التي قابله بها عكاشة؟ هل هي صفة حكومية أم صفة شخصية؟ ألم يتحدث في هذا الشأن؟ لا لا لا، بس هو قبله بصفته عضو برلمان، يعني اكيد يعني هذه صفة رسمية صفته اعلامي حكومية؟ وعضو برلمان، يعني هو لا يعني هي بصفه، هو صفته بطبيعه الحال، يعني هو صفته انه اعلامي وبرلماني. فيعني طبعا هي كانت، يعني السفير زي ما قال انه جزء من دوره كسفير انه يلتقي ويتحدث مع الناس، فهو عمل حاجه في اطار في صميم شغله، فبالتالي ما عندوش هو اي مشكله لا قانونيه ولا شخصيه ولا اي شيء خالص.